مرحبا، شو اسم حضرتك؟ أنا موسى بن سليمان العدوي من سلطنة عمان، عضو في غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نشكر المنظمة هي تراب على هذا التنظيم الجيد، والذي كان برئاسته صبوحي عطار والأخ نزار، على هذا التنظيم الجيد الذي كان له حسن استقبال وكان لهم حسن الاستقبال في هذا المعرض والتنظيم الممتاز. بتحب تشرفنا مرة تانية؟ والله أكيد نحب نشارككم إن شاء الله، ونكون حتى ممثلين في هذا المعرض ومشاركين في هذا المعرض، لأن كان المعرض بصراحة بالحضور الجيد والحضور الممتاز في هذا المعرض، والحمد لله. شكرا كثير لك ولرأيك، إن شاء الله منشوفك مرة تانية.